أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، صدق الله العلي العظيم. الكثير منكم تعرفون سياقة السيارة، وتمارسون السياقة أيضا، طبعا بين قوسين أنا لا أعلم لماذا هذه العملية تسمى سياقة. هذه ليست سياقة، هذه قيادة. السياقة هي التوجيه من خلف الشيء، هذه تسمى سياقة. الراعي الذي يوجه الغنم، يوجه البقر، أجلكم الله، إلى طريق معين من خلفهم، هذه تسمى سياقة. أما التي تكون من الأمام تسمى قيادة لا سياقة. على أي حال، نريد أن نتعلم ممن يقود السيارة أمرين. الأمر الأول، القائد للسيارة تركيزه، عينه، فكره على الأمام، لا يلتفت إلى ما يكون خلفه إلا قليلا، لا يلتفت إلا بمقدار مراعاة الأخطار التي من الممكن أن تأتي من الخلف تحرفه، تضر به، يلتفت إلى الخلف فقط بهذا المقدار، تركيزه على الأمام. نحن في حياتنا يلزم أن نتعلم هذا الشيء، أن يكون تركيز الإنسان، فكر الإنسان، نظر الإنسان إلى الأمام لا عليه بالخلف. ما يكون خلفي ليس مهما، هذا خلفي، هذا ألقيته خلف ظهري، إلا بمقدار تأثيره في مسيرتي لا أكثر. الكثير يحاول أن يوقفك عند حدك، الحد الصحيح طبعا. الكثير يحاول أن يمنعك من نشاطك، من مسيرك. لا عليك بهم، استمر، أحيانا أسرع، أحيانا ببطء، حسب مقتضى الحياة، كما يفعله السائق أو القائد للسيارة.
أحد المراجع الماضين رضوان الله تعالى عليه أوذي كثيرا، أتهم كثيرا، أتهم بالعمالة، أتهم في دينه، أتهم في عقله، أتهم في تصرفاته، أتهم في علمه. كان لا يهتم، يمشي في تدريسه، يمشي في تفسيره، يمشي في تأليفه، يمشي في خدمته للناس، في خدمته للدين، مستمر. فكان يسأل، طريقته كانت غريبة، الشخص هكذا عملية تشويه تمارس بحقه وهو لا يلتفت. كان يستغرب من تصرفاته، يسأل كيف تتمكن مع هذا الجو المشحون ضدك تعمل عملك؟ كان يقول هذه الكلمة الذهبية، يقول: إذا أردت أن تنظر وتعمل فيما قال فيك الناس لا تتمكن أن تعمل شيئا، العمر قصير وسرعان ما ينتهي، اصرف عمرك فيما يرتبط بأداء واجبك أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكلامه صحيح، وعمره الدنيوي انتهى، وهو مشى بالطريق الصحيح. كان يريد أن يلتفت إلى هذا وذاك، ما يقول هذا وذاك، لا يتمكن أن يعمل الإنسان. عقول كبيرة، جهود جبارة تصرف في توقيف المؤمنين عند حدهم، في إعاقة مسيرة المؤمنين، من أموال، من أفكار، من طرق لإشغال المؤمنين. شخص يدعي المهدوية، شخص آخر يقوم يدعي النيابة للإمام أرواحنا فداه، شخص غير عالم يدعي العلم، أجواء مشحونة من قبل الملحدين، شبهات من قبل الملحدين، إشكالات كثيرة من قبل الجهات التي تتصدى ضد الشيعة. هذا يقول شيء، ذاك يقول شيء، هذا يكتب، ذاك يكتب، تريد أن تنشغل بهذه الأمور لا تتمكن أن تعمل أي شيء. رد هذه الشبهة، رد ذاك الإشكال، قف عند هذا الموقف، لا يبقى عمرك، ينتهي عمرك، خلص. ماذا عملت؟ لا شيء. رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له من المشاكل التي أثيرت من قبل الأعداء ما لا نهاية لها. إذا كان يريد أن يجيب على هذا الإشكال ويجيب على ذلك التشكيك، على هذه الشبهة، على ذلك التصرف، كان يتمكن من الناحية الظاهرية مع قطع النظر عن قدراته الغيبية، كان يتمكن أن يعمل شيئا؟ كل حياته كانت مليئة من قبل الأعداء بالعداوات المختلفة، بالحروب الإعلامية، بالتشويه، بالحروب الواقعية، ماذا يبقى من عمره من الناحية الظاهرية؟ أبدا. فقط بمقدار أن لا يعيق هذا الشيء الذي خلفه، هذه التشكيكات، هذه العداوات، بالمقدار الذي لا يعيقه عن مسيرته كان يتصدى لها، ثم يترك، هذا يقول، ذاك يقول، لا بأس. بدأ رسالته من هذه الكلمة الشهيرة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم في كل يوم كان يأخذ بأيد الناس ويرقى بهم، يقدمهم إلى الأمام، يفيض عليهم، يوجههم، يربيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حسب تعبير القرآن الكريم، إلى أن أدى الدورة الأولى، المرحلة الأولى من الإسلام. سلم الراية بيد من بعده، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله، استمر
كم من التهام، كم من الأكاذيب، كم من الحروب أثيرت ضده، كان يهتم، كان يريد أن ينشغل بهذه الأشياء؟ أبدا، استمر. من بعده الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام استمروا في خلال قرنين ونصف أبلغوا البشرية، لا أقول فقط المؤمنين أو المسلمين، أبلغوا البشرية إلى مراحل عالية. ما كان ممكن أن يبلغوا بهم إلى هذه المراحل لو كانوا يتصدون لقول هذا ولفعل هذا ولما صنعه هذا. فقط وفقط انظر إلى خلفك عبر المرآة بمقدار أن لا يعيقك أحد عن الاستمرار، فقط. شيء آخر، الناس يقولون شبهات كثيرة، لتكون، لا عليك، امشي. الأمر الثاني، لنفرض أنفسنا، أنا أفرض نفسي صاحب سيارة متهالكة، سيارة متهالكة، في كل يوم مشاكل، سيارة تعبانة. الذي يملك سيارة متهالكة، أي صوت يسمع، أي مظهر خلل يرى، يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى السيارة نفسها، إلى الماكينة، إلى الإطارات، إلى السكان، إلى غير ذلك. المشكلة أين؟ في السيارة. لا ينظر خارج السيارة، ينظر إلى السيارة. مشكلة بعضنا أنه يعتبر نفسه مالكا لسيارة جديدة أنيقة نظيفة لا خلل فيها، هذه مشكلة. الذي يملك هكذا سيارة أنيقة جديدة لا خلل فيها، إذا سمع صوتا لا يلتفت إلى السيارة، يلتفت إلى خارج السيارة، سيارة نظيفة. مشكلة بعضنا عندما تحدث له مشكلة، عندما يجد أثر مشكلة في حياته، ينظر إلى الآخرين لا ينظر إلى نفسه. يصاب بمرض جسماني، مرض نفسي، يصاب بخسارة اقتصادية، عنده مشكلة مع زوجته، يعاني من مشكلة مع أقربائه، فورا ماذا يقول؟ هذا الحسد، فلان حسدني، فلانة حسدتني، هذا من العين السيئة الحادة الحارة، فلان شخص قال كلمة كذائية، هذا من السحر. دائما يبحث عن أسباب مشاكله في الآخرين. لأنه يعتبر سيارته نظيفة، لا شيء في سيارته. لا يعلم أنه هو يملك سيارة متهالكة. السيارة المتهالكة المشكلة فيها. بدل أن ننظر إلى ما في كياننا، أول نظرة إلى الآخرين، لا، أنا ما عملت شيئا، هذه الخسارة من أين جاءت؟ هذه المشاكل من أين جاءت؟ حتما هناك عمل عمل له، عمل لفلان من الناس. داؤك منك. على الأقل على الأقل راجع وضعك الطبيعي، لعل جسمك ضعيف، أقل فيروس تصاب بمرض، ممكن. عندما يتمرض الإنسان لماذا يبحث عن سبب مرضه في الآخرين؟ مرض نفسي، مرض جسماني، جسمي ضعيف، ممكن، نفسي ضعيفة، ممكن،
الخسارة التي حصلت لي في تجارتي. انظر الخلل أين. لا تلقي الخلل في السحر شخص، لا أنا. ثم وثم وثم نسينا ونسينا ونسينا الذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. يا أخي ذنوبي المصدر الأكبر لمشاكلي، ذنوبي أول شيء يلزم أن أرجع إليه ذنوبي. الذنوب لا تؤثر. سادة الخلق الرسل، الأنبياء سادة الخلق، الرسل سادة الأنبياء، أولو العزم سادة الرسل. أولو العزم كانوا، سمعتم مرارا تكرارا قرأتم، كان إذا أصيب أحدهم ببلية فورا يلتفت، إلهي صدر مني خطأ، صدرت مني زلة، هو معصوم. القضية المشهورة قضايا حدثت للأنبياء للرسل في أرض كربلاء، سمعتموها على الأقل من الخطباء الكرام. شخص يأتي أحدهم إلى أرض كربلاء يصاب بشيء في أرض كربلاء، ماذا كان يقول؟ إلهي صدرت مني زلة؟ لا، ما صدرت زلة، هذه البقعة يقتل فيها سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أصبت مواساة معه. يعني ماذا؟ سيد سادة الخلق الرسل أول شيء، أول سبب يبحثون عنه بالنسبة إلى إصاباتهم ومشاكلهم أخطاؤهم، أخطاؤهم وهم معصومون عن الخطأ. ممكن لعله صدرت زلة. هذا صاحب السيارة النظيفة هكذا ينظر، هذا الذي سيارته أنظف سيارة لا خلل في سيارته هكذا ينظر. أنا صاحب السيارة المتهالكة المتهالكة، تحدث أشياء مشاكل في سيارتي، أنظر إلى غيري، انظر إلى سيارتك. في اليوم الأول من شهر رمضان هناك دعاء، هذا الدعاء يستحب أن يدعى به في أول يوم من السنة، يعني أول يوم من شهر رمضان حسب هذه الرواية الشريفة. بداية السنة هناك موضوع محل خلاف بين العلماء أنه بداية السنة، البداية الصحيحة للسنة متى؟ لعله المشهور بين علمائنا لعله أنه أول شهر رمضان، البداية الصحيحة للسنوات الهجرية أول شهر رمضان، لعل هذا الرأي هو الرأي المشهور لعله. ومما يؤيد بل يدل على هذا الشيء هذه الرواية الشريفة، وطبعا الكلام في محله لا علينا به. هذا الحديث الشريف يروى عن الإمام عن العبد الصالح، يعني الإمام موسى بن جعفر عليهم الصلاة والسلام. هذا الحديث الشريف، هذا الدعاء ينقله الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بسند صحيح، ينقله المفيد، ينقله الصدوق، ينقله الشيخ الطوسي، نقله السيد ابن طاووس، آخرون أيضا، أنه يستحب أن يدعو الإنسان في أول شهر رمضان بهذا الدعاء بدعاء. هذا الدعاء هكذا يبدأ: اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء، إلى أن يقول: يا الله يا رحمن يا الله، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء، يعني تجعل الأعداء يغلبون، الإدالة الغلبة،
واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الذنوب لا أثر لها، هذه بعض آثار الذنوب. حياة الشخص مليئة بالذنوب يبحث عن مشاكله في الآخرين. في كلمة قالها فلان، من ذلك اليوم الذي قال فلان هذه الكلمة أنا ما رأيت الخير في حياتي. عجيب، مشكلتك في كلمة. أنا لا أنكر وجود آثار لبعض أعمال الآخرين في حياتي، نعم توجد آثار، العين حق، الكلمة لها أثرها، نعم لها أثرها، لا أنكر هذا الشيء، ولكن هذه من المؤثرات، هذه من مليارات المؤثرات في حياتي، لا هي المؤثرة الكبرى. أي شيء أبحث عن هذه الأمور؟ الشخص يبدأ حياته مع زوجته بالحرام، بداية الحياة الزوجية محرمات، تجاهر بالذنوب. ليلة العمر غناء، غناء محرم، هي ليلة الرقص المحرم، ويريد أن تكون حياته مباركة، وإذا صارت مشكلة بينه وبين زوجته، إذا حدثت مشاكل في العائلة يبحث عن أسباب المشاكل في قول فلان، في عين فلان. هذه الذنوب الكبيرة، التجاهر بالذنب، استخفاف الذنب علنا، ليته يرقص رقصا محرما في مكان محدود، لا علنا عادي الرقص المحرم، ليته يسمع، طبعا حرام، كله حرام، كله سيء، ولكن أقول هذا أهون، ليته يسمع الغناء في مكان لنفسه أمام الناس عادي. معصية علنية، تجاهر بالمعاصي، هذه لا تؤثر، قطعة شعر وجدها في زاوية داره، المشكلة هنا، هذا الشعر، جثة حشرة وجدها في مكان، المشكلة هذه، المشكلة في جثة حشرة، هذا الذنب الكبير ليست مشكلة؟ مشاكلنا نبحث عنها في الآخرين. ما وفقت، سبب عدم توفيقي فلان. والذنوب الكبرى ننساها. بعض المؤمنين بل كثير من المؤمنين إذا فاتته صلاة الفجر، صلاة الصبح فاتته، ذاك اليوم يتشائم، أنا اليوم لا أرى الخير، بداية النهار كانت بالحرام، طبعا فاتته من غير تعمد، أخذه النوم قبل أذان الفجر، نام، استمر النوم من دون أن يستيقظ إلى بعد طلوع الشمس، ذاك اليوم يتشائم، ومن حقه أن يتشائم. فكيف بمن فوت عمدا يتشائم؟ في شو ذنب؟ بداية النهار بالذنب، هذا النهار يكون مباركا؟ لا، حتما لا يكون مباركا. وبداية أعمالنا ذنوب تلو ذنوب. أصلا ليست مهمة، بدل أن يكون شعارنا داؤك منك، يكون شعارنا داؤك من غيرك، دائما، أحيانا الداء من غيري، نعم، أحيانا المشاكل من غيري، نعم، لا شك، الدنيا طبيعتها المشاكل، العين تؤثر، الكلمة تؤثر، تصرف الآخرين يؤثر، ظلم الظالمين، ظلم الظالمين طبيعي يؤثر،
بعض مشاكلنا من ظلم الظالمين، طبيعي حتما لا أنكره، ولكن كثير من مشاكلنا من أنفسنا. ابحث الخلل عن نفسك كصاحب السيارة المتهالكة بالضبط. أحد العلماء كان يعاني من مشاكل كثيرة في حياته، رغم كل تلك المشاكل كان مجهدا مجدا، ووصل بالفعل إلى مراقي عالية. فكان يقول لتلاميذه للطلبة، يقول: أنا في يوم القيامة حج عليكم. أحدكم يأتي في يوم القيامة يقال له: لماذا ما ارتقيت في المستويات في المدارج العلمية؟ يقول: إلهي أنا كنت فقيرا، الفقر يعيق. الله يأتي بي فأنا أقول: إلهي أنا كنت أفقر من هذا ولكن حاولت ووصلت. أحدكم، هو يقول لتلاميذه، أحدكم يأتي يقال له: لماذا ما أصبحت عالما كبيرا؟ يقول: إلهي أنا كنت ضعيف الذكاء ضعيف الذاكرة، ذكائي وذاكرتي ضعيفتان. الله يأتي بي أنا أقول: إلهي أنا ذكائي كان أضعف من، أنا كنت بليدا. بالفعل هو كان حسب ما يقول كان بليدا ضعيف الذكاء جدا وضعيف الذاكرة، مع ذلك تعبت أجهدت نفسي وصلت فأكون حج عليه. يأتون بأحدكم يقولون له: لماذا ما درست بصورة صحيحة، ما تعلمت بصورة صحيحة؟ يقول: إلهي مشاكل جسمانية مرض. الله عز وجل يأتي بي أنا جسمي أضعف من جسمكم، أمراضي أكثر من أمراضكم، كان ممرضا هو بالفعل، وأنا عيني ضعيفة جدا، المطالعة صعبة علي. الطريق الطبيعي لتحصيل العلم المطالعة، المطالعة كانت صعبة علي، مع ذلك أتعبت نفسي وصلت، فأنا في يوم القيامة حج عليكم. لا يتمكن أحد منكم أن يحتج على الله عز وجل. يحدث خلل صغير، مشكلة صغيرة، خلاص والمشكلة أين؟ ليس مني، لا أقول أنا ما أجهدت نفسي، اللوم على المرض، اللوم على الشيء الفلاني، على الفقر، لا اللوم عليك، لا على الفقر ولا على المرض. فقير تمكن أن يصل، مريض تمكن أن يصل. بعض الذين جاءوا لحرب الإمام الحسين، للحرب ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، اعتذروا بأعذار. تتصورون ما كانت لهم أعذار؟ كانت لهم أعذار كلها مكذوبة. الله لا يقبل هذه الأعذار. إلهي كنت كذا وغيرك كان كذا، ما جاء. حبيب أيضا كان في ظرف مثل ظرفك، ما ذهب ليقاتل ضد سيد الشهداء، ذهب لينصر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. اللوم علي أولا. إحدى الأسباب الكبرى في مشاكلنا عيننا ليست على الله، عيننا على هذا وذاك. أملي بهذا وذاك، لا أملي بالله. شخص يعتقد بالله ويعتقد أن الله أجرى الأمور في مجاريها الطبيعية، يطلب من الله عز وجل، عينه على فضل الله عز وجل ويمشي المشي الطبيعية، لا هذا صحيح. هو الله عز وجل أمر بالدعاء، هو الله عز وجل أمر بالتوكل على الله، وهو أمر بأن يسعى الإنسان سعيه، السعي صحيح، ولكن عيني ليست على سعي، ليست على يد فلان، ليست على جهد فلان، ليست على مكانة فلان، عيني على الله عز وجل والطريق إلى الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه. في إحدى أدعية شهر رجب المروية عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نقول: إلهي خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون
إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين. الله أكبر من هذه العبارة. لا أعلم تفسيري لهذه العبارة صحيح أم لا. الإمام لا يقول نيل نعمك، يقول نيلك، الوصول لك، هذا متاح. متاح لمن؟ للآملين، الذي عنده أمل. الوصول لك متاح، ورزقك مبسوط لمن عصاك، لمن عصاك، وحلمك معترضا لمن ناواك. عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اللهم صل على محمد وآل. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. إنك على كل شيء قدير، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.